للأسف هناك تراجع كبير. أنا أعتبر بأنه الواقع الصحي في العراق إذا قلنا تراجع ممكن نشخصه، ممكن نشخصه وين؟ نعم نعم نعم، إذا تكلمنا عن مثلا واقع المرأة، إحنا بالعراق مثلا النساء الحوامل اللي يفتقرون إلى أبسط الرعاية الصحية. مثلا إحنا عندنا الولادات بالمستشفيات الحكومية بالغالب، يلجؤون إلى المستشفيات الأهلية لأن عدم وجود رعاية كافية داخل المستشفيات الحكومية، وجود عنف ولادي تتعرض إلى النساء. إحنا كمنظمة تبنينا استبيان، يعني هذا الاستبيان وزع إلكترونيا وحصلنا على نتائج تخص هل تعرضتي إلى عنف ولادي أثناء ولادتك. طبعا إحنا الفئة المستهدفة كانوا هم النساء اللي ولدوا أولادهم بالمستشفيات. هل تفضلين الذهاب إلى المستشفى الحكومي أم الأهلي ولماذا؟ وهذه التفاصيل تبين من خلال الاستبيان، نتائج الاستبيان، بأنه الكثير من النساء والكثير كذلك من الآباء يتخوفون من ذهاب نساءهم للولادة، تكرار عملية الولادة بمستشفى حكومي، لأن المستشفيات الحكومية أيضا خصوصا في يعني موضوع الولادة والنساء والأطفال يفتقرون إلى وجود كوادر ليلية أو مسائية، يعني بكل ردها طبيبة واحدة والبقية هم اللي ينصح لهم ممرضات. الممرضة أو القابلة يعني بالغالب أنه يتحاول يساعد الأمرأة حتى تولد بسرعة، فتبدي تضغط عليها. حدثت الكثير من الحالات، حولوا بعض النساء من ولادة طبيعية إلى ولادة قيصرية، وأنت تعرف المشاكل هنا تكون كبيرة على يعني على الجانب النفسي والجانب الصحي بالنسبة للمرأة. أيضا التكلفة تكون عالية لما النساء يروحون يولدون بمستشفيات أهلية. فنتحدث لما نتحدث على واقع صحي، فإحنا المفروض تكون عندنا مؤشرات. إحنا اليوم نسوي استبيانات للمواطنين فقط في بغداد من نواحي وأقضية ومركز، رح طبعا رح تكون المؤشرات جدا خطرة وجدا مرعبة.